نارين بيوتي تشتري هدية لحبيبها السري، وسدرة جبت العيد تشاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نارين بيوتي اللي أعلنت على السناب شات مبارح إنه هي رايحة تشتري هدية. الجمهور بيتوقع إنه نارين بيوتي راح تشتري هدية لحبيبها السري، وأنا المفروض هلا أطلع أشتري هدية، سو حاخدكم معي لأنه حاسة إنه لأنه رايحة لحالي، فحاسة إنه أنتوا رح تساعدوني نقي الهدية سوا ونجيب شي حلو. نمر إلى سدرة بيوتي اللي نشرت سنابات مبارح، حيث مزحت متابعيها إنه هي عاملة فيلر لشفاهها، وعلقت سدرة على هالموضوع إنه هي كانت بس عم تمزح. حطيت مرطب هيك بين الفيلر. كيدينج. أوكي ما بدي كتر بالحكي. أيضا ظهر اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع وهنن عم يشتروا شنط السفر، وأكد اليوتيوبر غيث مروان إنه هنن ممكن تطلع لهم الفيزا في آخر لحظة ويسافروا، وإذا ما طلعت فرحين لغا كل شيء. اشترينا شنطة لسارة، هتضلوا عم تشوفوها هي الشنطة. أيوة بس ما يغني أوعى تكفوا إنها الشنطة بتكفي يعني. إيش في؟ لحظة نورجي الرقم. أوكي الله، شوفوا كيف تضحك علينا. اشتريت شنطه تاني لونها اصفر، بكفوا دول ولا دي كمان شنطه؟ يعني هو يعني ححاول انه يكفوا.